شارك حشد من الأردنيين بعد صلاة الجمعة في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني الرافض لأي مساس بحقوقه وثوابته الوطنية. كما نفذ عدد من الأردنيين وقفة مماثلة قرب سفارة الاحتلال في عمان. التفاصيل في هذا التقرير. دعما لمسيرة العودة التي شهدها قطاع غزة ودفاعا عن حقوق الفلسطينيين بالعودة، صدحت حناجر المشاركين في المسيرة التي انطلقت من المسجد الحسيني في عمان وصولا إلى ساحة النخيل. هتافات المشاركين لم تنسى الاحتجاج على القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وأكدت على حق اللاجئين بالعودة لأراضيهم المحتلة. فلسطين انتشأنا منها، أنا طلعت منها 5 سنين ما بعرفها، مشتي أشوفها، مشتي أروح عليها أنا وولادي، دائما يسألوني كيف فلسطين، ما بنعرفها، فإحنا إن شاء الله راجعين إلها بعون الله تعالى، وإحنا إن شاء الله نكهر اليهود، نتنياهو لا بهمنا ولا غيره ولا غيراته، إحنا فلسطين أرض عربية، فلسطينية. الجماهير تهتف بأسماء مدن فلسطين مدينة مدينة، دلالة على أن قضية فلسطين وأن قضية القدس وأن كل مدينة وكل بقعة في فلسطين حية لن تموت أبدا، لن ينسى الكبار ولن ينسى الصغار. عند سفارة الاحتلال في عمان كانت التعزيزات الأمنية كبيرة، إذ حاول عشرات الشباب تنفيذ اعتصام أمام السفارة دعما لحراك الشعب الفلسطيني، إلا أن الأمن منعهم من التواجد في محيط السفارة، فقرر المعتصمون تنفيذ وقفة بالقرب من مسجد الكالوتي في منطقة الرابية. نحن موجودين هون لدعم أهالي قطاع غزة في مسيرة العودة اللي هم طالعين فيها، مسيرة العودة الكبرى، لأنهم تقريبا أسبوعين بيطلعوا دمهم بنزل على الأرض بيروي الأرض. قضيتنا لم ننساها أبدا وستستمر في قلوبنا إلى عودتنا إلى ديارنا، ورسالتنا إلى من يتخاذل مع هذا الكيان، نحن لا ننسى أرضنا أبدا. بنأكد على حقوق الشعب الفلسطيني في حقه في العودة إلى أوطانه وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هتافات تضامنية وأمل بالعودة ووقفات بسيطة لا تهدد أمنا أو شجرة، ورغم ذلك كانت كاميرات وتقارير وتهديدات الأمن مخيفة ولا تبشر بمستقبل ديمقراطي حقيقي كما أراده جلالة الملك في أوراقه النقاشية.